وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم قيصر النفط، سياسة قيصرية أم حقبة سوفيتية؟ خطوة فلاديمير بوتين التالية بعد سوريا، روسيا التي انفتحت شهيتها من دون أي رادع حقيقي للتوسع من شبه جزيرة القرم إلى شرق أوكرانيا، وها هي الآن تضع حساباتها الاستراتيجية للسيطرة على الشرق الأوسط انطلاقا من سوريا. بوتين يعرف تماما بأنه لا يمكن أن تقدم أمريكا بأي خطوة جدية تجاه روسيا ما لم تخرج قواتها من أفغانستان، لأن خطوط إمدادهم الرئيسة تمر عبر الأراضي الروسية وأوكرانيا. شخصية وإدارة بوتين الذي أعاد ترتيب شؤون شرعية انتخابية جديدة بعد الفوز القوي لحزبه في انتخابات البرلمان الروسي الدوما مؤخرا، وانطلق لتسجيل انتصاره المدوي في سوريا، مقارنة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما صاحب جائزة نوبل للسلام الذي يريد الخروج من التاريخ بسلام ومن دون حروب دموية كبيرة كما فعل العديد من أسلافه وبالأخص جورج دبليو بوش في أفغانستان والعراق. بوتين أبلغ الولايات المتحدة بكل صراحة والاتحاد الأوروبي أننا قادرون على حل جميع مشاكلنا بدونكم وحتى رغما عنكم. السؤال هنا، بوتين على قناعة تامة بأن موقفه القوي وامتلاكه لسلطة سيادية لا تنحاز إلى الغرب هما القوة الجيدة الضرورية لدعم سلطته، روسيا بوتين أم ستالين بصورة ملطفة أم قيصر النفط أم تجديد الاتحاد السوفيتي مرة أخرى؟ ما زال بوتين يصف أمريكا بالخصم الرئيس والعدو اللدود. أكد بوتين أن هنالك تقاربا معينا فيما يخص مواقف موسكو وواشنطن من التسوية السورية ونظرتهم إلى بعض الفصائل. أكد بوتين أن توغل القوات التركية شمالية سوريا كان بعلم روسيا بل وبمباركتها. بوتين أقنع تركيا بتقييم نظامها الدفاعي الخاص بتطوير التكنولوجيا بالتعاون التام مع موسكو. سنناقش هذا الموضوع بثلاثة محاور. المحور الأول، بوتين يدرك تماما أن العامل الأساسي في اندفاع روسيا لكسر التوازن لصالحها هو تيقنها الأكيد من أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة الرئيس باراك أوباما لا ترغب إطلاقا في استخدام الوسائل العسكرية لمجابهة روسيا وإيران والنظام معا، كما أنها غير مقتنعة بتطوير قدرات فصائل الثورة السورية المعتدلة أو بالسماح لحلفائها العرب بمدها عسكريا لمواجهة الهجوم الكبير عليها من قبل روسيا وإيران وأدواتهما بما فيها ما تبقى من النظام السوري وميليشيات الحشد الشيعي الشعبي. المحور الثاني، هل بوتين يقود روسيا بسياسة روسيا القيصرية أم الحقبة السوفيتية؟ وما الذي يريده من العالم والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ أم هو شرطي المنطقة يعمل بأمر وعلم من الولايات المتحدة الأمريكية؟ المحور الثالث، أول من شجب الانقلاب على أردوغان كان بوتين منذ الساعة الأولى، على عكس أوروبا وأمريكا التي تورطت في الانقلاب مباشرة فتمخض عنه لقاء الزعيمين وإعادة حجم التبادل التجاري إلى المستوى الذي وصل إليه قبل إسقاط المقاتلة التركية للطائرة الروسية. بلغ حجم التبادل التجاري التركي الروسي الآن 35 مليار، وفي نهاية هذا العام والعام القادم سيصل إلى 100 مليار على أقل تقدير. وقد نجح في إعادة العمل بمشروع خط أنابيب ترك ستريم لنقل الغاز الروسي تحت مياه البحر الأسود إلى منطقة البلقان وأوروبا عبر تركيا. الصناعات العسكرية، قال وزير الدفاع الروسي أردنا التعاون مع دول الأعضاء في حلف الناتو لكن النتائج لم تكن مرضية. بوتين أقنع تركيا تقييم نظامها الدفاع الخاص بتطوير التكنولوجيا بالتعاون مع روسيا. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الدكتور سلطان الحطاب والدكتور بسام جعارة والدكتور محمود حمزة والدكتور علي العربي. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. بوتين يقول استعادة روسيا لقوتها ستتيح لها تأكيد نفسها أمام الولايات المتحدة التي ما يزال الرئيس بوتين يصفها بالخصم الرئيسي، لأنها كما يقول مهووسة بفكرة أن تصبح الدولة التي لا تقهر أبدا، ولأنها في رأيه
تلهم أو تدعم مثيري الشغب في المعارضة الروسية. وفي رأي ماري ماندرس الأخصائية السياسية بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومركز الدراسات والبحوث الدولية والعلوم السياسية، فإن بوتين على قناعة تامة بأن موقفه القوي وامتلاكه لسلطة سيادية لا تنحاز إلى الغرب هما القوة الجيدة الضرورية لدعم سلطته، وأن سياسة بوتين الخارجية تمثل القوة المغالى فيها في وجه الآخرين، وهي القوة التي لا يمكن أن تبنى إلا بناء على صورة قوة العدو الحقيقية. اندمج بوتين في هذا التحول الجديد نحو آسيا، ولا شك أن استصلاح منطقة شرق سيبيريا يهدف إلى جعل روسيا قوة في المحيط الهادئ والقطب الشمالي، إذا تستند رؤية بوتين للعالم إلى مكانة روسيا المركزية على المحور الأورو آسيوي. حول الدول الصاعدة، يتصور بوتين القرن 21 في شكله بما يسمى مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين التي تشترك في وصف الدول الصاعدة، ولذلك يبدو أن بوتين يريد أن يرى في هذه البلدان عالما من القيم الروسية الخلاقة. ولكن هل يمكن أن نتصور الهند أو البرازيل وهما تتبنيان بعض مواقف موسكو أو بكين؟ وهل يكون ذلك ممكنا مع سوريا من بعدهما على سبيل المثال؟ بوتين يقول ويؤكد أنه لن يسمح بتكرار السيناريو الليبي. يبدو أن صور التعذيب الوحشي الذي تعرض له العقيد القذافي ما تزال تطارده وتستبد بعقله إلى حد الهوس. ومع ذلك، وإذا لم تسعى روسيا حتى الآن إلى إسقاط بشار الأسد، فإنها قد بدأت اليوم تقتنع بالفكرة على ما يبدو. في الملف الأوكراني والضغط على الغرب، استخدم بوتين عامل اقتطاع جزء من التراب الأوكراني، القرم أو الشرق الأوكراني أو كلاهما معا. ضم شبه جزيرة القرم هو هدف واقعي في الوقت الراهن، كما أنه من الممكن استخدام هذا العامل للضغط على كييف لتحقيق المصالح الحيوية لروسيا. وهذا الخيار تحديدا هو بيد بوتين مع وجود عراقيل دولية تم تجاوز قسطا منها عبر الفيتو الروسي في مجلس الأمن وامتناع الصين عن التصويت كذلك. بوتين في انطلاقة لخطواته اللاحقة يدرك تماما أن التهديدات الأمريكية والأوروبية لروسيا بخصوص الأزمة الأوكرانية لا قيمة لها لأسباب عديدة، منها ببساطة يعرف أن حجم الاستثمارات الغربية في روسيا 240 مليار في حين حجم الاستثمارات الروسية في الغرب 150 مليار. المتضرر الغرب بدون أدنى شك وأوكرانيا. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الأستاذ دكتور محمود حمزة والأستاذ الدكتور علي العرب. أهلا وسهلا بكم. نبدأ من دكتور محمود حمزة. دكتور محمود، هل بوتين يقود روسيا بسياسة روسيا القيصرية السابقة أم الحقبة السوفيتية؟ وما الذي يريده من العالم والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؟ أم أن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية وضعته شرطي منطقة يتصرف ضمن حسابات دقيقة وضعتها الولايات المتحدة له، أو هي ورطته في ملفات الشرق الأوسط ذات الرمال المتحركة؟ أولا تحية لك ولضيوفك الكرام الأخوة المستمعين. أهلا وسهلا أخي الكريم. الحقيقة بعد استلام الرئيس بوتين للحكم في روسيا مطلع عام 2000، بدأت فعلا روسيا، يعني هناك توجهات واضحة لدى القيادة الروسية بأن تستعيد مكانة روسيا كدولة عظمى في العالم، يعني على نمط الاتحاد السوفيتي بعد أن كانت في التسعينات دولة شبه منهارة. الآن طبعا الذي ساعد بوتين في تلك المرحلة بالفعل هو أسعار النفط بالدرجة، وهي كانت مرتفعة جدا فشعر بأريحية كبيرة. لكن هناك في الوضع الداخلي يعرف الكثيرون لأن هناك يعني ظاهرة فساد فظيعة في الدولة الروسية وفي الاقتصاد وفي مجال الأمن وغيره. يعني عندما بدأت الأزمة الجديدة بالعقوبات الغربية على روسيا بدأت تظهر نتائج هذه المنظومة السياسية والاقتصادية في روسيا. على كل حال، يعني فيما يتعلق بأوكرانيا وسوريا، يعني لأنه هذين الملفين هما الأهم الذين أظهروا كثير من الجوانب السياسة الروسية الخارجية بشكل خاص. الدول الغربية يعني أمريكا وخلفائها في أوروبا طبعا واضح تماما بأنهم أرادوا توريط روسيا في، أو بالأحرى توجيه ضربة لروسيا في أوكرانيا، يعني عملية تغيير الحكم ووصول يعني قيادة جديدة، أو بالأحرى الانقلاب على يانوكوفيتش. فعلا كان هذا ضربة غربية غير متوقعة، أزعجت كثيرا القيادة الروسية، ولذلك سارع بوتين مباشرة إلى ضم جزيرة القرم إلى روسيا وإدخال قوات عسكرية في شرق وجنوب أوكرانيا.
لكي يعني يمارس ضغط على أوروبا وعلى القيادة الأوكرانية الجديدة. على كل حال في يبدو أن الغرب رسم مخططا أو لنقل فخا، نصب فخا لروسيا. أنا بتقدير الشخصي هو فخ كبير وخطير، يعني دخول روسيا إلى أوكرانيا يعني أو فتح الملف الأوكراني أتعب روسيا كثيرا، أتعبها سياسيا واقتصاديا وأصابها بعزلة كبيرة، وحتى في الداخل الآن بدأت ترتفع أصوات يعني غير مرتاحة من موضوع التدخلات الخارجية على حساب الوضع الداخلي المتردد، الوضع المعيشي والاقتصادي. لذلك طبعا بالنسبة لسوريا يعني ارتباطا بأوكرانيا منذ البداية، طبعا روسيا وقفت إلى جانب النظام السوري، يعني أخذت موقف استراتيجي خاصة بعد أحداث ليبيا، لأنهم لا يريدون ولا يمكن أن يوافقوا على موضوع يعني إزاحة الحكام بقوة خارجية. هذه القضية بالنسبة للروس قضية مصيرية، يعني يفرضونها بالمطلق. الأجانب طبعا تخوفهم من العوامل الإسلامية والآخرية، والأهم من كل هذا هو بالفعل المصالح الجيوسياسية لروسيا، هي التي دفعتها للانخراط في الملف السوري. ولكن موضوع التدخل العسكري الروسي في سوريا هذا موضوع كان نقلة نوعية في التدخل الروسي، وأعتقد أن الأمريكان لعبوا دور كبير جدا، والغرب عموما لعب دور من زحلقة روسيا وجرها إلى المستنقع السوري الذي كما يقول مثل الشعبي عندنا، دخول الحمام ليس كما الخروج منه. يعني الآن روسيا لا تعرف كيف تحلحل هذه العقد التي نشأت في سوريا وكيف تخرج يعني تحافظ على ماء الوجه. لذلك أنا تقديري الشخصي أن هناك خطة أمريكية عرضوها على الروس ووافق الروس من حيث المبدأ عليها، حدث تفاهم يعني أمريكي روسي، وخاصة بعد زيارة كيري إلى سوتشي ولقائه مع رئيس بوتين ووزير خارجية لافروف. منذ ذلك الوقت بدأ نوع من التفاهم الاستراتيجي بين البلدين حول الملف السوري بالذات وليس بشكل عام. ولكن روسيا توسعت في تدخلها في سوريا، وهذا مخاصة نتيجة القصف الجوي الوحش يعني، وهذا يحرج الأمريكا ويحرج الغرب. لذلك بدأوا يتحركون وبدأوا يهددون، وبدأت هناك مهاترات وشتم واتهامات في منطقة الأمن وغيره بين المسؤولين الأمريكان والروس وبين المسؤولين الغربيين حتى والروس. الروس بالنسبة للرئيس بوتين والقيادة الروسية لا يوجد لديها إلا طريق واحد، هو التصعيد، التصعيد وزيادة التدخل العسكري والتهديد. يعني أنا بتقديري الرئيس بوتين لم يتوقف عن إشعال حرب عالمية إذا تطلب الأمر، لأن أي تدخل أمريكي في سوريا عسكري سيصطدم بالقوات الروسية. واليوم أعتقد هناك ولكن دكتور يعني عفوا للمقاطعة دكتور، هل تتوقع يعني هل تتوقع أن تقوم حرب عالمية بين روسيا وأمريكا من أجل الشعب السوري؟ لا أنا لا أتوقع أن تقوم حرب عالمية ثالثة. أنا أعتقد وسمعت أيضا أن هناك اتفاق بين روسيا وأمريكا، يوجد اتفاق قديم بأنهم يجب أن لا يصطدموا عسكريا، يعني يجب أن يبتعدوا عن الاصطدام العسكري ويحلوا الموضوع بأي طريقة. ولكن أعتقد أن المصالح قد تجبر على اصطدام عسكري معين، لأنه اصطدام بين دولتين كبيرتين كبيرتين مثل روسيا وأمريكا طبعا هذا يؤدي إلى كارثة يعني على العالم كله. أكمل دكتور. أعتقد الموضوع سيستمر بشكل تصعيد وإغراق روسيا في المشاكل أكثر لكي تنعكس على الوضع الداخلي. يعني أمريكا وضعت خطة لإنهاك روسيا بموضوع، لأنه هذا الصرف على النفقات على التسليح وعلى الجيش وعلى الأمن في روسيا أصبحت مرهقة وكثيرة، صار يوفروا على القضايا الاجتماعية لصالح الأمن والجيش والتسليح. أعتقد هذه إذا استمرت يعني بشكل ستسبب مشاكل لروسيا بدون شك. نعم، كل الشكر والتقدير للأستاذ محمود حمزي، وننتقل إلى دكتور علي العرب. أهلا وسهلا بك دكتور علي. دكتور، روسيا يعني يقول بوتين أن روسيا تريد أن تكون لاعبا جماعيا وليس دولة منبوذة، ويقول بوتين إذا لم نواجه تفوق الغرب الكاسح علينا بكل المجالات فيجب تلقينهم درسا قاسيا إذا هاجموا مواطن ضعفنا. كيف تقرأ هذه العبارة؟ عمليا وعصر على مقاله الذي سبقا يعني روسيا اليوم في رأس
آلياتها. وهذا العنوان العريض هو الوقوف على رجليها، بمعنى أنها تستنهض قواها على كافة المستويات، هنا تصيب وهنا تقتدر وهنا لا تصيب، ليس بمعنى تخطئ، بمعنى أن لا تكفيها القدرة على ذلك. عمليا روسيا اليوم وهذه العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها من قبل الغرب بعد أزمة القرم وأزمة شرق أوكرانيا، تعتبر رغم الضائقة الكبرى التي وقعت فيها، فهي تعتبرها عاملا إيجابيا، بمعنى أن الفائض المالي الضخم الذي كان يتأتى من أسعار النفط العالية في النصف الأول أو في العشرية الأولى من القرن 21، لم تستخدمها روسيا كما يجب، بل كانت تدير لها الظهر، بمعنى أننا نعيش في رخاء ومداخيل عالية، وبالتالي يعني بقي الاقتصاد ريعيا، بمعنى أن روسيا دولة ترى في نفسها أنها دولة عظمى تملك إنسانة نووية، وكانت يوما ما أحد القطبين في العالم، فأهملت. ومع ذلك هي دولة رائية، يعني كما دول أفريقيا وكما دول بعيدة في شرق آسيا، يعني دولة تصدر النفط، تصدر الغاز، تصدر الأخشاب والمعادن، وبالتالي لم توظف رأس مالها، استثماراتها في تطوير البحث العلمي، في تطوير التكنولوجيا إلى ما هنالك. فأتت العقوبات الاقتصادية لكي يعني أتت كما الضربة على رأس كما يقال، لكي تصحو من هذا السباق الذي رماها عمليا على هامش التطور التقني العالمي. نعم. وبالتالي نجد اليوم أن هناك محاولات حثيثة للظهور بالقطاع الزراعي، يعني روسيا اليوم تقريبا وزارة الزراعة والحكومة تقول بفخر أنها ستجمع محاصيل حبوب في هذا العام قياسية في تاريخها. روسيا اليوم تتجه أكثر لتوطين تربية الدواجن وصناعات اللحوم، تتجه أكثر أيضا وهذا مهم، يعني في حال حصلت قطيعة تامة أو شبه تامة مع الغرب، تحاول أن تخلق نظام أن تستعيد عن نظام السويفت العالمي المالي بنظام خاص بها، لأن هناك كلام وتلميحات وتحديدات صريحة بأن العقوبات قد تطالع النظام المصرفي الروسي، هي طالته اليوم بقطع يده عن القروض الدولية، عن القروض الخارجية، ولكن في حال قطعته عن نظام كيف، يعني نظام التحويلات إلى ما هنالك، روسيا تعمل اليوم وأصبحت تعمل على خلق نظامها الداخلي، وهو أصبح في حكم المنجز، تحاول أن أيضا أن تصنع، أن تضع نظاما يستعيدها عن شبك، عن انقطاع في حال أدت العقوبات على مسألة شبكة الإنترنت على العنكبوت العالمي، بمعنى أنها اليوم تعمل على أن تكون أن تتمتع باستقلالية عن النظام العالمي في حال فرضت عليها مقاطعة قاسية أكثر، بمعنى في حال أقفل عنها الأكسجين. هل هذا هو الدواء؟ هل هذا هو العلاج؟ هذا سؤال كبير، لأن النظام الاقتصادي العالمي اليوم
يعني الكره الارضيه تعيش في نظام العولمه، يعني كل القطاعات، كل المسائل مترابطه متواصله فيما بينها. فبالتالي هل يكون العجز بالانقطاع عن النظام العالمي خاصه، وعن وهذا يجرنا ايضا الى اسئله اخرى، انه الكلام على حرب بارده لا امكانيه، لا مقومات لحرب بارده اخرى في العالم اليوم، استنادا ونظرا الى ما ذكرته من نقاط للتو. نعم، ابقى معي دكتور علي، ونرحب بالدكتور بسام جعار. اهلا وسهلا بك دكتور. بوتين يدرك تماما أن العامل الأساسي في اندفاع روسيا لكسر التوازن لصالحها هو تيقنها الأكيد من أن الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة باراك أوباما لا ترغب إطلاقا في استخدام الوسائل العسكرية لمجابهة روسيا وإيران والنظام، كما أنها غير مقتنعة بتطوير قدرات فصائل الثورة المعتدلة أو حتى السماح لحلفائها العرب بمدها عسكريا لمواجهة الهجوم الكبير عليها من قبل روسيا وإيران والحشد الشيعي الشعب الصفوي بما فيها ما تبقى من النظام السوري وميليشياته. كيف ترى هذه النظرة له في الخطوات القادمة؟ يعني اسمح لي أقول أولا، روسيا تبدو الدولة الثانية عسكريا في العالم، ولكن مستوى معيشة المواطن الروسي لا يختلف عن مستوى معيشة أي مواطن في بلد فقير. هذا الأمر معروف منذ عشرات السنين، نعرف تماما كيف يعيش الروس وما هي القوة الشرائية الموجودة لدى المواطنين الروس. بمعنى آخر، كل ما تملكه روسيا اليوم في من احتياطات نقدية لا يتجاوز 30 مليار دولار، أي أقل بكثير مما تملكه دولة نامية تعاني مشاكل اقتصادية بحجم الجزائر. الاقتصاد الروسي يعني ليس أقوى على الإطلاق من الاقتصاد الإسباني اللي هو أضعف اقتصاد مع البرتغال في القارة الأوروبية. بدي أقول بكل وضوح، يحاول الآن بوتين إنعاش وحياء روسيا القيصرية بالتحالف مع الكنيسة الأرثوذكسية، ولكنه لا يملك مقومات هذا النهوض الذي يبحث عنه على الإطلاق. كل ما تصدره روسيا هو النفط، وكما ترون أسعار النفط تتهاوى، والسلاح، وأيضا يعني يرسل أو تمارس مجموعة من سكانه أكثر مهنة في التاريخ في الدول الغنية. هذه هي واردات روسيا الآن. أما الواردات الزراعية، نحن نعرف تماما أن روسيا حتى وقت قريب كانت تستورد الحبوب، صناعة الفودكا تستهلك كل إنتاجه من القمح طبعا مع الخبز. روسيا دولة نامية بين قوسين بكل معنى الكلمة، ليست دولة عظمى. يعني على سبيل المثال، كاليفورنيا لوحدة اقتصادها بعادل 10 أضعاف اقتصاد الروسي. اللي بتقول هاي الطموحات اللي عم يبحث عنها بوتين تلقى صدى لدى الإدارة الأمريكية. هم يريدون استنزاف الروس كما فعلوا من خلال حرب النجوم. نحن نعرف تماما الاتحاد السوفيتي أرهق واستنزف وسقط، ومن يتوهم أن روسيا تستطيع أن تقف في وجه أمريكا واحد، يستطيعون خلال أيام أن يسقطوا عن جهية بوتين. هناك 100 طريقة لسلخ جلد الدب الروسي، واحدة منهم إمداد المعارضة بالسلاح، فرض عقوبات على روسيا، السماح بإقامة منطقة عازلة، السماح بإقامة حظر جوي. بمعنى هناك عشرات الوسائل، ولكن الإدارة الأمريكية السيئة تلعب مع الروس على حساب الدم السوري. يحاول بوتين الآن أن يصنع قواعد عسكرية جديدة له في مصر كما سمعنا الآن، وفي مناطق أخرى حول وجوده في سوريا إلى احتلال دائم. كل هذا الأمر يمكن أن ينتهي خلال أيام إذا كان هناك إرادة ورغبة أمريكية بناء الوجود الروسي في المنطقة. روسيا لا تملك مقومات التنافس، ولا يمكن أبدا أن تكون ندا لأمريكا. هم يصعدون التهديدات لأنهم يعلمون تماما أن إدارة أوباما لن تفعل شيئا على الإطلاق. نعم، ابقى معي دكتور بسام. نرحب بالدكتور سلطان الحطاب. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، في رأي ماري ماندراس
الاختصاصية السياسية بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومركز الدراسات والبحوث الدولية والعلوم السياسية، تقول بوتين على قناعة تامة بأن موقفه القوي وامتلاكه لسلطة سيادية لا تنحاز إلى الغرب هما القوة الجيدة الضرورية لدعم سلطته ويستمد بقاءه منها. كيف ترى ذلك دكتور سلطان؟ نعم، في كثير من الأحيان الأنظمة الدكتاتورية حين تجد أزمات ومشاكل لها في الداخل تصدر أزماتها إلى الخارج، وغالبا ما يكون هذا التصدير على شكل صراع أو حروب. أنا بعتقد أنه بوتين وارث الأيديولوجيا الاستبدادية أو الدكتاتورية، وهو من بقايا العهد السوفيتي كشخصية لديه أزمات في التأقلم مع الديمقراطية داخل روسيا، وبالتالي هو ظل يبدل بين أن يكون رئيس وزراء تارة ورئيس جمهورية تارة، ولكن الذين اشتغلوا معه كانوا دائما أقرب إلى الديكور، ويريد أن يبقى، يعني هو يشبه الأنظمة العربية ويشبه أنظمة العالم الثالث، لأنه لا يغادر المنصب بعد انتهاء مدته، بل إنه يجد منافذ للبقاء. ومن أجل أن يبقى لابد من تصدير أزمة الصراع الداخلي، فوجد أن التدخل في سوريا هذه فرصة من أجل أن يقنع الروس أن روسيا في حالة صراع في المنطقة، وأنها تريد أن تعيد أمجاد الماضي أيام القيصرية الروسية وأيام الاتحاد السوفيتي في صراعها مع الغرب، وأن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة التي تديرها روسيا في سوريا، وأن روسيا مستهدفة من الغرب ومن الأمريكان، وهو يريد أن يعيد لها مجدها. وبالتالي أنا أعتقد أن الذهاب إلى سوريا هو شكل من أشكال مصلحة بوتين ونظامه الحاكم في روسيا. ماذا لو لم تكن هناك سوريا ولم تكن هناك يعني الأزمة في القرم، ولم يكن هناك شكل من أشكال تزديد الحرب الباردة أو الصراع آنذاك، فإن الشارع الروسي سيحاسب بوتين على مطالب لها علاقة بنضج الديمقراطية وتداول السلطة وغير ذلك من الأمور. وبالتالي يعني هذه فرصة يبدو أن الأمريكيين ساعدوه بداية فيها من أجل أن يوسع نفوذه وأن يحقق أحلام روسيا القيصرية بالوصول إلى المياه الساخنة في البحر المتوسط، وبإرضاء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي لها في بلاد الشام منذ القرن قبل الماضي ما يسمى بالمسكوبيات في فلسطين وفي سوريا، وبالتالي اعتماد السوريانية كعمود من أعمدة الكنيسة الأرثوذكسية كلغة قديمة أيضا، وبالتالي هذا الشكل من أشكال تعزيز الدينية الروسية الآن وإيجاد منفذ لها في أنه يخدمها بوتين بتمكينها من الذهاب إلى سوريا أيضا تحت الدفاع عن الأرثوذكسية من الأصولية الإسلامية أو من التطرف الإسلامي الذي تمثله داعش وغيرها من الفصائل. إذن هو يحمي الشعب السوري حسب رأيه، ويحمي مذاهب الأرثوذكسية في رأي آخر، ويخدم التوسعية الروسية ووصولها إلى البحر المتوسط من أجل حماية مصالح روسيا. ولكن دكتور، ألا ترى أن لماذا لا نعتقد أن أمريكا استدرجت هذا الروس أو بوتين، استدرجته إلى أن يكون شرطية منطقة أو استنزافه في وحل الشرق الأوسط الذي أمريكا هي أكثر دولة في العالم تعرفه وتعرف تعقيداته؟ هذا صحيح، وبالتالي هي قبل أن تستدرج روسيا إلى سوريا في المرحلة الحالية بعد بداية الصراع الداخلي السوري بعد انتفاضة الشعب السوري التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، في السنتين الأخيرتين أرادت روسيا أن تحمل عنها عبء الوجود في المنطقة بالتنسيق مع إسرائيل. يعني ما كان ذلك يمكن أن يحدث لولا التفاهم الروسي الإسرائيلي. هناك تفاهم روسي إسرائيلي يضمن أن يكون التدخل الروسي في سوريا ليس على حساب النفوذ والاستراتيجية الأمريكية، فالاستراتيجية الأمريكية تحتوي التدخل الروسي وخلافه، وبالتالي كل هذا اللعب الذي تمارسه روسيا في قتل السوريين كله يدور في الملعب الأمريكي. نعم. وليس خارج هذا الملعب الأمريكي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية
في اللحظات المستقبلة أن تضع حدا لهذا التدخل الروسي، إما بتحريض أوروبا التي تتمتع روسيا بصلات معها، أو بتحريض إسرائيل. يعني الأوراق ما زالت في يد الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر على نفسها معاناة الصراع، وتوفر على نفسها بقاء وجهها أقل سوادا إزاء حلفائها العرب في النظام العربي. نعم، ابقى معي دكتور سلطان. دكتور بسام، هنالك نقطة مهمة جدا، الروس ضليعون في التخلي عن حلفائهم. ألم يتخلوا عن صدام حسين؟ ألم يتخلوا عن معمر القذافي؟ ألم يتخلوا عن علي عبد الله صالح؟ وقد باعوا ترددات صواريخ صدام حسين ب4 مليارات دولار، لكن بوتين يقول الآن أنه لن يسمح بتكرار السيناريو الليبي في سوريا تحت أي ظرف من الظروف. لماذا يتمسك بهذا الرجل، وخاصة أن روسيا تخلت عن 12 موقعا استراتيجيا لها في العالم أو في الشرق الأوسط تحديدا، وآخر ومنها الجزائر؟ يعني اسمح لي اختلف معك قليلا. روسيا لم تتخلى، روسيا أجبرت على التخلي. وعندما تكون هناك إرادة أمريكية بالعودة إلى سوريا وطرد الروس منها، سوف تجبر روسيا على ذلك. السؤال، لماذا ستطرد روسيا بشار الأسد على سبيل المثال إذا كان يوفر لها كل التغطية القانونية والشرعية للاحتلال الروسي؟ هو أعطاهم كل شيء على الإطلاق. أيضا على الطرف المقابل، يعني ما تفعله روسيا في سوريا يخدم الأمريكان تماما، بدون أن يعني يجعلهم أداة قذرة في الدم السوري. روسيا تكفلت بهذا الأمر، تحقق مصالح إسرائيل في المنطقة، تعتقد أنها تحقق مصالحها، ولكن أي قارئ للوضع السياسي في المنطقة يعرف تماما أن الروس خسروا وسوف يخسرون لسنوات طويلة قادمة. بمعنى، بغض النظر عن مواقف الحكومات، أصبح هناك عداء حقيقي للروس، وزاد الأمر يعني توترا التصريحات الروسية العنصرية الطائفية. يعني من يسمع الإدارة الروسية تقول أنها لن تسمح للسنة باستلام الحكم في سوريا، من يسمع السفير الروسي في بيروت يقول أن أولى أولويات روسيا حماية المواطن الروسي أولا، وحماية مسيحيي الشرق وخاصة في سوريا ثانيا، ومن يسمع أيضا لافروف يقول أن حل المشكلة في سوريا يتطلب تحقيق التوازن الديني. بمعنى، هناك شعارات بغيضة وأهداف بغيضة تسعى روسيا من أجلها، وهذا الأمر يجلب عداء لأجيال طويلة قادمة. اللي بدي أقوله بكل وضوح، كل هذه الغطرسة الروسية يمكن أن تنتهي، أكد لك تماما، بأيام وأسابيع. روسيا يعني تفعل ما تريد في سوريا. يعني هل يستطيع بشار الأسد أن يطلب من الروس الآن الخروج من سوريا مثلا؟ لا. أيضا روسيا هي ضابط الإيقاع في المنطقة، بمعنى آخر هي التي تنسق بين إسرائيل وبين إيران، وضعت قواعد للعب، وعندما يتم تجاوز قواعد اللعب يبدأ القصف الإسرائيلي. على سبيل المثال، ممنوع استلام حزب الله لأسلحة جديدة، ممنوع نقل أسلحة كيماوية، ممنوع ممنوع. وعندما يتم تجاوز هذه القواعد يبدأ القصف الإسرائيلي. ولكن بالمحصلة هناك مصالح إسرائيلية حقيقية تتحقق من خلال التواجد الروسي. دمروا سوريا، أما إسرائيل نفسها سنوات طويلة من الهدوء على جبهتها الشمالية، وكل شيء يجري وفق الأهداف الأمريكية والإسرائيلية، ولكن الأهداف هي أهداف روسية. ولكن عندما تتغير الاستراتيجيات، أكد لك تماما، لن تستطيع روسيا البقاء يوما واحدا في سوريا. بمعنى آخر، هي لن تتخلى عن بشار، هي ربما تجبر على التخلي عن بشار وعلى الانسحاب من الأراضي السورية. نعم، ابقى معي دكتور بسام. دكتور سلطان، نعود لك في موضوع هام وهو أوكرانيا. بوتين في انطلاقه لخطواته اللاحقة يدرك تماما أن التهديدات الأمريكية والأوروبية لروسيا بخصوص الأزمة الأوكرانية لا قيمة لها لأسباب عديدة. دعنا نتكلم عن الأرقام ببساطة. يعرف أن حجم الاستثمارات الغربية في روسيا 240 مليار الآن، في حين حجم الاستثمارات الروسية في الغرب هي 150 مليار. فكيف
يقتنع أو تصدق أنه ممكن أن يستجيب للضغوط أو ممكن أن يشكل عليه الغرب فعلا ضغطا اقتصاديا أو سياسيا؟ يعني هذه الممحكات جزء من النظام الدولي. يعني لا يستانس الغرب بروسيا، حتى وان يستانس ببوتين لا يستانس بروسيا القيصرية. هناك صراع تاريخي، هناك اختلاف كبير وعميق بين هذه الشعوب ومكوناتها الثقافية التاريخية القديمة ومذاهبها الدينية وبين الغرب، يعني وبالتالي الغرب الكاثوليكي، الغرب البروتستانتي وروسيا الأرثوذكسية. يعني أنا بعتقد أنه ما يجري حتى في سوريا، إذا أردنا أن نعود إلى سوريا، هو بوتين مقاول من الباطن، مقاول صغير يأخذ عمل من المقاول الكبير. المقاول الكبير هي الولايات المتحدة الأمريكية ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وهي وقف أمريكي منطقة الشرق الأوسط كلها. وبالتالي هذا مقاول صغير يأخذ من الباطن ويحاسب، يعني يوضع له عمل من أجل أن يستمر احتواء روسيا. محتوى الآن يعني لا تستطيع أن تخرج من إطار النفوذ الدولي للولايات المتحدة الأمريكية. وبعتقد أنه أزمة أوكرانيا أزمة محتوى، والتوتر في القرم أيضا محتوى، لأنه تستطيع الولايات المتحدة وحلفاء في الغرب أن يضربوا المصالح الروسية في مواقع أخرى في مناطق حدودية بين روسيا والغرب، ولا تستطيع روسيا أن تنفذ تهديداتها بقصف الدول الغربية بصواريخ باليستية أو غير ذلك. يعني لأن الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تنقل قوات عبر العالم وأن تقاتل في أي بقعة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتدرك روسيا ذلك، والغرب هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وأبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هي إسرائيل. وإسرائيل حيث يطير الطيران الروسي موجودة في سماء سوريا. وبالتالي يعني النفوذ الروسي مكبل، ولكن الولايات المتحدة تجعل روسيا تعبر عن نفسها سواء بأزمة القرم أو بأوكرانيا أو حتى ويستطيع بوتين أن يقنع الروس أنه يسعى لمجدهم ويسعى لإعادة إمبراطوريتهم، وهو يعمل في الصراع العسكري في سوريا وفي التوتر السياسي والعسكري والأمني في القرم. إذن المعادلة يجب أن تكون مفهومة لحلفاء الولايات المتحدة وخاصة حلفاء من العرب، في أن محاولاتهم لاسترضاء روسيا إلى جانبهم العرب لا تتم إلا برضا وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تقرر. وبالتالي حتى التدخل الأمريكي في التحالف الدولي الأمريكي في اليمن وحتى النفوذ الإيراني في اليمن ليس بعيدا عن اقتسام مناطق النفوذ الدولية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن دكتور سلطان، أنت لست مع ما قاله طرحه الضيف سابقا قبل عدة دقائق، قال أن هنالك احتمال لأن يتواجه الأمريكان والروس في حرب عالمية ثالثة بسبب سوريا. استبعد ذلك على الإطلاق، لأنه مكبل كما ذكرت، لأن العالم الآن عالم ذو طبيعة اقتصادية أصبح أكثر رشدا، والمآسي التي دفعها الغرب في الحرب العالمية الثانية ما زالت مثلة. من يريد أن يذهب إلى الحرب؟ الكل يريد أن يذهب إلى الغنائم الاقتصادية وإلى الاقتسام النفوذ، وحتى لو وصلوا إلى سياسة حافة الهاوية والتجاذب القوي والتهديد بالسلاح، لا أعتقد أن العالم الآن وخاصة على سوريا، يعني سوريا لن تقيم حربا عالمية. لماذا يريد العالم أن يموت في سوريا ما دامت إسرائيل موجودة؟ العالم يموت في إسرائيل لكن لا يموت في سوريا. لو كانت إسرائيل المهددة تقوم حرب عالمية، لكن سوريا من يسأل عن سوريا؟ من يسأل؟ خمس سنوات أكثر من نصف سكان سوريا أصبحوا مبددين لاجئين في المنافي أو غارقين في البحر أو مبددين في العالم، ومئات آلاف القتلى والجرحى. لا أعتقد، هذا كله متفق عليه، والاتفاق الروسي الأمريكي السري قبل أسابيع أو أشهر قليلة معروف لم يفصح عنه، وإن كانت روسيا راغبة عن الإفصاح من أجل أن تبين للحلفاء العرب للولايات المتحدة أن هذا أشبه بوعد بالفور الذي كشفته الثورة البلشفية للعرب آنذاك. بالتالي أنا بعتقد أنه سوريا لن تشعل حربا عالمية،
ولن تصل بهذه الدول الكبرى أن تطحن مصالحها، لأن هذا مسألة يعني مرنة ومتفق عليه، والروس والأمريكان يتحدثون يوميا ويقتسمون يوميا في المصالح. أمريكا هي التي تعطل مقررات جنيف، تعطل انتقال السلطة أو المرحلة الانتقالية، تعطل شطب الأسد وإخراجه. هي كانت تتكلم في هذه المسائل بأن يكون الأسد يعني ليس موجودا في مراحل مبكرة، ولكنها في النهاية وبعد تجريده من أسلحة الكيماوية لصالح إسرائيل عادت تتكلم عن إمكانية التعامل مع الأسد. الآن في أحاديث عن إمكانية التعامل مع الأسد حتى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن، ولكن دكتور الشعب لن يقبل، دكتور الشعب السوري 13 مليون سني لن يقبلوا أن يتعاملوا مع الأسد، دفعوا فاتورة بحر من الدماء. صحيح، لكنه جرى خذلان هذا الشعب وجرى إدارة الظهر لهذا الشعب. الولايات المتحدة الأمريكية خذلت الشعب السوري أكثر من روسيا. روسيا تقوم بعدوان سافر واحتلال سافر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي باعت القضية السورية، وأيضا يعني كسفت إن أردت أن أقول أو أهانت حلفاء الشعب السوري من العرب الذين أرادوا الوقوف إلى جانب الشعب السوري ولم تمكنهم. الولايات المتحدة لم تسلح المعارضة السورية ولم تسمح بتسليحها ولم تدربها، هي كانت تريد معارضة بقياساتها وليس معارضة وطنية سورية. هي لا تريد سورية ديمقراطية، سورية موحدة وطنية قوية بجانب إسرائيل، هي تريد سورية ممزقة، سورية فيها معارضة على مقاس الولايات المتحدة وسياساتها، سورية تحت الضرب الروسي وهكذا. يعني هي لا تبكي على الجريح السوري إلا بمقدار انتهازية الدموع وإظهار العالم أنها على عبء وأن الإدارة تهدد وأنها لا تقبل، أن الأمم المتحدة لا تقبل وهكذا. لكن ماذا يصرف الشعب السوري من هذه التصريحات؟ وهل هذه التصريحات أوقفت القتل في حلب والدمار على رؤوس الأطفال؟ نعم. لو كان المقتولين، لو كان الجدار وقع على رأس طفل إسرائيلي لبقي العالم سهران بلا نوم. يعني أي عملية، عملية القدس الآن الصغيرة التي أودت بحياة مستوطنة ورجل شرطي في إسرائيل، العالم الآن في هذه اللحظة يريد الاجتياح ويريد ويهدد ويقلق ويقيم الدنيا ولا يقعدها لصالح إسرائيل، لكن في كل لحظة يموت عشرات الأطفال السوريين وتهدم البيوت على رؤوس المدنيين بفعل الطيران الروسي. ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية؟ دكتور سلطان ابقى معي، مشكور، ابقى معي دكتور سلطان. دكتور بسام، ألا ترى أن هذا الرجل لديه بعد نظر؟ أول من شجب الانقلاب على أردوغان كان بوتين منذ الساعة الأولى، على عكس أوروبا وأمريكا التي تورطت في الانقلاب مباشرة بشكل مباشر أو غير مباشر استخباريا أو عسكريا، فتمخض عنه لقاء الزعيمين وإعادة حجم التبادل التجاري إلى المستوى الذي وصل إليه قبل أسقاط المقاتلة التركية للطائرة الروسية. بلغ حجم التبادل التجاري الآن 35 مليار، وفي نهاية وبداية العام القادم 100 مليار، واستطاع بوتين إعادة العمل بمشروع خط أنابيب ترك ستريم، وأيضا أقنع الأتراك بالصناعة العسكرية الروسية، وأيضا أقنعهم بأن تقييم نظامهم الدفاعي المبني على أسس أمريكية، أقنعهم بأن يكون هنالك نظاما روسيا، وقد بدأ وعرض عليهم أن يزودهم بصواريخ S-300 الدفاع الجوي الفضائي. تفضل دكتور. يعني كلامك دقيق جدا. روسيا كانت محتاجة إلى تركيا لفك عزلتها، تخشى أيضا القادم هناك مشروع قانون عقوبات، أوقفه أوباما يفرض عقوبات على كل من دعم بشار الأسد وتحديدا إيران وروسيا. بوتين يعرف أن المستقبل يحمل معه مفاجآت، واضح تماما أن هناك مشكلة شخصية بين هيلاري كلينتون وبين بوتين، وبالتالي يريد بوتين أن يعزز وجوده في سوريا، أن يفرض أمر واقع من أجل أن تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة وترى كل شيء قد تم ترتيبه على الأرض. طبعا هذا الأمر لن يمر على الأطلاق، من الطبيعي أن تبحث تركيا بالمقابل عن مصالحها. تركيا الآن لا تريد إلا أمرا واحدا، هي تلعب، وأقول هي تلعب دفاعا عن أمنها القومي، هي تريد منع إقامة كوريدور كردي على امتداد حدودها. هذا الكوريدور سعت أمريكا إليه، حتى هيلاري كلينتون تحدثت
منذ يومين عن تسليح الأكراد، وبالتالي أردوغان مستعد لفعل أي شيء من أجل أن يكمل مشروع 5000 كيلومتر، بل أكثر من ذلك. قال رئيس الوزراء التركي اليوم: الأمر لا يتعلق بغرب نهر الفرات، إذا وجدنا أن الأكراد يلعبون في شرق نهر الفرات فسوف نتدخل. بمعنى واضح تماما أن تركيا تريد السيطرة على 910 كيلومتر وهي امتداد حدودها مع سوريا، أن تمنع إقامة كوريدور كردي، وبالتالي استطاعت أن تنسق مع الروس وأن تفرض هذا الأمر على الأمريكان. نحن نعرف تماما أن أمريكا غدرت بتركيا، وأيضا أوروبا غدرت بتركيا، ومن حق أردوغان أن يبحث عن مصالحه. ولكن أنا بعتقد تماما يعني الأمر بالنسبة للأمر المتعلق بوجود بشار الأسد لن يخضع لمساومة. أنا لا أتحدث عن قيم ومبادئ، بل أتحدث عن مصالح تركيا. تركيا حزب العدالة لا يمكن أن تعايش أبدا بأسباب تركية مع نظام بشار الأسد. أنا أعتقد أن هذا الأمر مسموح. تلعب تركيا الآن لأجل إتمام مشروعها، وعلى الطرف المقابل تلعب روسيا لفك الحصار من خلال إيجاد نافذة. نحن نعرف تماما أن تركيا هي ثاني أقوى قوة عسكرية في حلف الأطلسي، هي أيضا بوابة أوروبا، وبالتالي وهي دولة، خلينا نقول دولة كبرى أصبحت، وبالتالي من الطبيعي أن يبحث أردوغان عن بوتين عن مصالحه عبر البوابة التركية. ولكن أعتقد أنه في لحظة ما سيقع التنافر، لا أقول الصدام، أقول التنافر. لا يمكن لبوتين أن يقنع أردوغان ببقاء بشار الأسد، وأيضا لا يستطيع أردوغان أن يقنع بوتين بإزالة بشار الأسد. الأمر متعلق بالموقف الأمريكي. إذا أرادت أمريكا كما قلت أن تسلخ جلد الدب الروسي، عندها مليون طريقة دون أن تضطر إلى مواجهة عسكرية مع روسيا. في أفغانستان 100 يوم أقطوا الطيارة، ولم تقع حرب عالمية بين روسيا وبين أمريكا، وروسيا تعرف تماما حدودها وتعرف ما هو المسموح. لا، بمعنى آخر عندما تأتي إدارة أمريكية جديدة وتقول أنها تريد طرد الدب الروسي، أكد لك تماما أن القوات الروسية ستنكفئ وستنسحب، ولا يستطيع أحد أن يجبر الأمريكان على قبول الوجود الروسي في المنطقة. هذا إذا كانت أمريكا راغبة فعلا الآن في إخراج الدب الروسي من الملعب الأمريكي. نعم، ابقى معي دكتور بسام. فقط عطفا على ما تفضل به دكتور بسام، الجيش التركي نعم كما قال هو الثاني، 850 ألف جندي تحت السلاح. الجيش الأمريكي 1,250,000 جندي تحت السلاح. دكتور سلطان، emerging countries أو ما يسمى بالدول الصاعدة، يتصور بوتين طبعا القرن 21 في شكله بما يسمى مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين التي تشترك في وصف الدول الصاعدة، ولذلك يبدو أن بوتين يريد أن يرى في هذه البلدان عالما من القيم الروسية الخلاقة. ولكن هل باعتقادك يمكن أن نتصور الهند والبرازيل وهما يتبنيان بعض مواقف موسكو أو بكين؟ وهل يكون ذلك ممكنا أن يحدث في سوريا فيما بعد؟ يعني هذا الاقتسام من المبكر. الولايات المتحدة هذه المنطقة كما قلت لك وقف لها، كل منطقة الشرق الأوسط حتى إيران، وبالتالي كلها بمنطقة نفوذ أمريكية. الولايات المتحدة تخشى من جنوب شرق آسيا، وبالتالي هي يعني هذه تفاصيل وفقاعات في المنطقة يتضاعفون هناك، وتريد أن تضحل نفوذها إلى تلك المنطقة، وإلا هذا سبب عدم وجود حل للقضية الفلسطينية، لأن الولايات المتحدة غير عالية، سلمت هذه المنطقة في جزء منها لإسرائيل، وسلمت الجزء الآخر الآن لروسيا، لأن تخشى أن لا تكون إسرائيل قاهرة على كلها، بما يكفي هذا نوع من التسليم. تعتقد أنه الإسرائيلية تضمن الفلسطينيين وغيرها من الروسية بدأت تشكل الاقتصاد كبير أعلم، ربما يواجه الولايات المتحدة الأمريكية في نفوذها، ولكن ليس في الشرق الأوسط أو في سوريا. الشرق الأوسط محسومة لصالح يعني هذه المنطقة، محرمة على النفوذ القادم الذي يعادي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي روسيا تلعب
في الملعب من أجل أن تنشط النفوذ الأمريكي، من أجل أن يهرع العرب إلى الحضن الأمريكي أكثر ودول الخليج أكثر، وكلها تهرع خوفا من روسيا. يعني روسيا هي يعني إن إن الكلب الذي يحشر الغنم باتجاه إعادته إلى الراعي، وهذا هذا هو الموضوع يعني، وليس تمتع بنفوذ روسي في منطقة جوار إسرائيل وفي منطقة فيها النفط بشكل هائل تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الأمر حسم في شمال أفريقيا بتدخل الغربي ضد نظام العقيد، وأيضا في أكثر من منطقة، وخراعة التطرف الإسلامي صناعة أمريكية أيضا من أجل إبقاء المنطقة رهينة، وبالتالي حتى روسيا نفسها الفجاعة الإسلامية قادمة إليها حينما تخترع الولايات المتحدة الشكل المناسب لتقويض جنوب روسيا من في الجمهوريات المنتهية بالسان، وتوجد لها هذا النوع من الصرع الذي سوف يجعل روسيا أكثر عبء بنفوذها بمنطقتها الحيوية نفسها بدل أن تأتي إلى سوريا تحت حجة مقاومة الإرهاب. يعني هذا سلاح اخترعته الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لتفزيع دول العالم في صراع اسمه ضد الإرهاب وضد الإسلام السياسي. نعم، ابقى معي دكتور سلطان. دكتور بسام، في سؤالنا الأخير، بوتين هو من المتشددين جدا، وعلاقته المتوترة مع الغرب هي نتاج عمله كضابط استخبارات في جهاز KGB أو الاستخبارات الخارجية الروسي السوفيتي، والذي لا يزال يبحث عن الانتقام لهزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. هل ترى تشدده في سوريا هو ناتج عن حقده الأعمى على الغرب كونه ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات؟ يعني اسمح لي أقول لك أن بوتين ليس شيوعيا، هو KGB أكيد، لكن ليس شيوعيا، هو يعني أقرب إلى الكنيسة منه إلى أي شيء آخر على الإطلاق. بوتين يعتقد أنه يستطيع أن يتحول إلى بطل شعبي روسي، يبغضر أحلام الروس ويقول لهم أن روسيا القيصرية عادت وأن حدودها تمتد الآن باتجاه البحر المتوسط وباتجاهات أخرى، وكل هذا لعب. يعني هذه الدغدغة وأكد لك تماما اليوم بوتين له شعبية في روسيا أكثر من أي وقت مضى، هو يضحك على الروس، يحاول أن كما قلت يدغدغ عواطفهم، أن يقول لهم لقد روسيا أصبحت دولة كبرى، أصبحت عادت دولة قيصرية عادت، ولكن كل هذا الأمر يعني يشبه البالون، يعني دبوس صغير يمكن أن يعود بوتين إلى حجمه الطبيعي. أكد لك تماما سيعود إلى حجمه الطبيعي من يستطيع احتلال الأرض السورية، من يستطيع يعني أن يمد نفوذه باتجاه مصر وبقية المناطق. وسط ليبيا والغدر الغربي بليبيا هذا مجرد كلام، أجبر بوتين عندما تقرر أمريكا أن تفعل شيئا فهي تفعله، ولا يستطيع بوتين أن يفعل أي شيء على الإطلاق. بمعنى آخر هم كبروه كما كبروا غيره من قبل، يعني شاه إيران في فترة من الفترات تحول إلى شرطي المنطقة، ولكن لم يجد له بيتا في أمريكا يحويه، لم تقبل به أمريكا. والأمر يعني مع اختلاف المواقع لا يختلف عن وضع بوتين الآن، عندما تريد أمريكا أن تعيد بوتين إلى حجمه الطبيعي وهو حجم دولة نامية سيعود حتما، وهذا كلام مؤكد. الشكر الموصول للدكتور سلطان الحطاب والدكتور بسام جعارة والدكتور محمود حمزي والدكتور علي العربي. كان معي من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة سلام المساعدي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة. في رعاية الله نترككم، وإلى لقاء يجمعني بكم، هذه أغلى أمنياتي. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.